مساء الخير مشاهدينا الكرام، مرة أخرى عدنا ونستقبل الضيف الثالث السيد جريس خليفات، وهو مرشح حزب تيار الاتحاد الوطني على المقعد المسيحي في محافظة الزرقاء. وأعطاني معلومة الآن أنه أصغر مرشح مسيحي. نعم. قديش عمرك؟ 30. 30 سنة. نعم. بس باين أصغر شوي أنت سيدي. هاي نعمة من عند ربنا. نعمة. مساء الخير يا سيدي مرة ثانية. الله يمسيك يعطيك الخير. ألف عافية. أتمنى لك التوفيق إن شاء الله أنه بيشوفك نائب في البرلمان إن شاء الله في المجلس القادم. شاب، شو اللي خلاك يعني تفكر في هيك تفكير وتروح للحياة الحزبية وترشح للانتخابات؟ سيد، الحياة الحزبية بالنسبة لجريس خليفات هي مش جديدة. تمام. أنا بالحياة الحزبية من 2011 تقريبا، لكن شو اللي خلاني أدخل في هذا المجال وهذا المعترك؟ نعم. للأمانة كنت أنا رافض هاي الفكرة أبدا، أنه أكون في يوم من الأيام أني مرشح لمجلس النواب. لكن كل الشكر لجلالة سيدنا مبدئيا على تشكيل لجنة تحديث المنظومة السياسية. نعم. اللي كان من مخرجاتها أول شيء تخفيض سن الترشح والتوجه للشباب والمرأة دعم الشباب. نعم. ووجود نظام أو قانون الانتخاب الجديد اللي هو قانون الأحزاب. قانون الأحزاب وقانون الانتخاب. نعم. فهذا كان من المحفزات لجريس خليفات أنه يكون اليوم. يعني أنت متفائل جريس في الحياة الحزبية القادمة؟ سيدي، هي مطلب بالنسبة لأن متحمس جدا. أول مرة تفكر في ما سبق أنك ترشحت لأشي غير مجلس النواب؟ ترشحت للمجلس البلدي في 2022 بالزرقاء. نعم. وعجبتك الفكرة ودرجت عليها؟ لا والله مش قصة عجبتني، أنا يعني كنت بشارك في الانتخابات من 2010، كنت لسه بعدني بالمدرسة مع هالأصدقاء ومع هالمعارف تمام. يعني موضوع الانتخابات مش جديد علي، لكن انك تكون بالواجهة هاي، انك تكون العنصر البارز في الحملة. نعم. هي الشيء الجديد يعني. مجالس النواب السابقة المتتالية المتعاقبة أزمة ثقة بينها وبين الشارع الأردني. سيدي، في عنا كارثة، احنا ما عنا أزمة ثقة. كارثة؟ نعم. كيف؟ اليوم أنا لما بلتقي مع الناس في عندي، نعتبر أنه لقائي مع الناس بيكون ساعة، في عندي 45 دقيقة بس نشرح عن إيش نظام الأحزاب وإيش الحياة الجديدة اللي داخلين عليها، لأنه في كارثة ثقة ما بين المواطن والحكومات وما بين المواطن ومجلس النواب. وهذا كان سببه بصراحة المجالس السابقة. يعني ضعف في هذه المجالس؟ نعم جدا. ذهبت باتجاه الخدمات بعيدا عن الرقابة والتشريع، بعيدا عن شو يعني؟ للأسف أنه حتى خدمات ما كان فيها. حتى خدمات. نعم. وأزمة الثقة بين مجلس النواب والحكومة 100%، وبين الشارع والحكومة 1000000%. سيدي، هذه خربانة الأمور عندنا يعني. لا هلا أنا بحكي لك اللي طب هي. طب وين الخلل؟ وجهة النظر هاي. الخلل وين؟ هاي مش رؤيتي سيدي، هاي رؤية الشارع. أها. هاي رؤية الناس. لأنه لما يجي يشوف نائب 4 سنين بغيب عنه وما برجع له ولا بتطلع عليه إلا قبل الانتخابات أو بسكر تليفونه. هذا الخلل. شو الحل يعني؟ الحل الحزبي. الحياة الحزبية أبدا. ما في عندنا حل ثاني. يعني متفائل في الحياة الحزبية القادمة؟ جدا. راح تحل لنا مشكلتنا؟ تعيد الثقة تعيد الثقة بين الشارع ومجلس النواب؟ إن شاء الله. سيدي، اليوم إحنا كأحزاب، أو ليش أنا موجود في هاي الانتخابات، مع اني حكيت لك انه انا ما كنت راح اكون في هذا المعترك، لكن في وجود الاحزاب كنت موجود. يعني هين انا اليوم موجود في هذا السباق الانتخابي. نعم. وجودي فيه انه ما راح يكون في جريس لحاله بيشتغل في مجلس النواب. اكيد. يعني باللغه العاميه انا دائما بحكيها، احنا بدنا نخرج من 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 ظاهره النائب البطل اللي بفهم كل شيء، بيناقش بكل القوانين، بيناقش بكل المواضيع، بيحكي في كل شيء. اليوم لما يكون حزب قوي كحزب الاتحاد. نعم. حزب تيار الاتحاد الوطني، عندنا 18 قائمة على الدوائر المحلية بالإضافة للقائمة الحزبية. يعني إن شاء الله نسأل الله أنه يأخذ بإيدنا ويكون في عندنا 20-30 نائب في المجلس. فهاي راح تكون قوة، راح تكون سلاح نستعمله إحنا يعني كنواب إن شاء الله إذا وصلنا. نعم. المجلس، انه هاي راح تكون قوه لنا طبعا.
حتكون قراراتنا عبارة عن قرارات جماعية وملزمة. ملزمة الاتحاد. الاتحاد الوطني هو يعني احنا كنا فيما بيننا عهد ككل مرشحين للحزب انه يكون عملنا جماعي داخل المجلس. بدنا نخرج من العمل الفردي اللي هو يعني انا دائما بحكيها للناس بخطاباتي بلقاءاتي مع الناس، بحكي لهم في عندنا مشكلة، او اللي خلى اللي يكون في مشكلة ما بين المجلس النواب والمواطن هو النائب اللي بيشتغل لحاله، بده يتصدر السوشيال ميديا، بده يشتغل لحاله. هلا في عندك 130 نائب، اذا واحد بده يشتغل على موضوع في 129 مش مهتمين، نعم ما بيحملوا نفس الفكر، ولو وقف معه 2-3-5 بالنهايه ضعف. لما يكون في عدد كبير وفي عندنا مرجعيه اللي هي الحزب، وبالاضافه ل المركز الاستشارات التابع للحزب، هاي هون راح يكون في حتى القوانين اللي راح نناقشها تحت القبه راح تكون بمجال علمي وبمرجعية علمية مش برؤية فردية. أهم مشاكل تواجه الشباب الأردني الآن الفقر والبطالة، وظائف ما فيه بالنهاية فقر وبطالة، هي العنصر الأساسي للمشاكل. مشاكل الشباب كثيرة سيدي، من ضمنها الفقر والبطالة أهمها. أهمها نعم. الفقر والبطالة نعم. يعني فيما لو قدر لك أن تكون، وندعو الله سبحانه وتعالى أن تكون نائب في البرلمان، عندك أفكار معينة لحل هذا الموضوع سيدي؟ أنا ما بوعد الناس بأنه يكونوا كلهم موظفين بمؤسسات الدولة، لأنه هذا إشي لا الدولة بقدرته ولا في أي دولة بالعالم تقدر أنها تأخذ كل مواطنينها موظفين بالقطاع الحكومي طبعا منطقيا. لكن إحنا اليوم أنا بتبنى اللي هو المثل اللي بحكي لك، بدل ما تعطيني سمكة علمني الصيد. جميل. أنا ما بجيب لك وظيفة عشان ما تداوم أو عشان تكون قاعد ورا مكتب أو 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 لا، احنا اليوم بدنا نشتغل على عقد دورات تدريبيه او تجهيز الشباب لسوق العمل، تمكينهم نعم. وفي عندنا برامج كثيره، منح خارجيه ومن مؤسسات الدوله نفسها، في عندنا برامج لدعم الشباب الريادي نعم. لا يعني تدعو الشباب بالتوجه ايضا الى المهن طبعا سيدي طبعا. مشاريع صغيره، مشاريع صغيره هي يعني كانت رافعه على اقتصاد كثير من الدول المشاريع الصغيرة. أما إحنا كشباب اليوم نيجي نحكي إنه أنا بدي إلا وظيفة حكومية، فهذا هاي كارثة بالنسبة للحكومة بالنسبة للشاب إنه يظل قاعد يستنى وظيفة حكومية. الحد الأدنى للأجور 260 دينار، يكفي شاب عزابي؟ والله لا يكفي طفل، لا يكفي، لا يكفي أبدا طفل. الشاب اليوم اللي أبوه صرف باع أرضه وباع بيته وباع سيارته وباع وباع واشتغل عشان يدرسه، طب هلا تخرج عشان يشتغل بده خبرة، وعشان يأخذ الخبرة بده يشتغل، فما عنده مجال، ما عنده إشي يبيعه حتى إنه هم ظل عنده إشي يبيعه نعم. ما عنظل عنده لا إشي يبيعه ولا عنده مجال إنه يشتغل في مجاله أو في أي مجال. فهاي راح تكون مشكلة. فكر أنت الشاب متى بدي يتزوج، كيف بدي يتزوج، ومتى بدي يطلق؟ لا يعني لانه اذا تزوج وهو مش مقتدر في هذا العصر اللي احنا عايشين فيه فالطلاق حتمي صح. نعم جريس، ليش اخترت حزب تيار الاتحاد الوطني؟ حزب تيار الاتحاد الوطني هو الحزب الاقرب للشارع والحزب الاقرب للتطلعات القابله للتطبيق. يعني حكيت لك انا بالاحزاب من 2011 نعم، يعني يعني كنت في عدة أحزاب معينة وانطلقت من حزب لحزب، لكن كانت بدون ذكر أسماء كانت يعني برامجها إلى حد ما بالخيال. بالخيال نعم. ما في منطقية فيها؟ يعني لو كان في منطقية في بعض الجزئيات، لكن بالمجمل بالخيال. يعني أنت ترى حزب تيار الاتحاد الوطني الأقرب للشارع والمنطقة؟ نعم. الأقرب نعم للشارع والمنطقة صحيح. يعني أنت تأكدت من هذا الموضوع قبل ما بتنتسب؟ مليون بالمئة. وبناء عليه انتسبت؟ صحيح. طب ممكن هذا الكلام يعني أنت من وجهه الآن للشارع؟ طبعا سيدي. يعني نحكي عن حزب تيار الاتحاد الوطني، بدي يعني ليش أنت اخترت حزب تيار الاتحاد الوطني بالذات؟ بس يعني أنت جاوبت، لكن أنا حاب أسمع منك الإجابة مرة ثانية اللي بنأكد عليها للشارع. على طول سيدي تأمر. حزب تيار الاتحاد الوطني هو حزب، وأنا أفتخر بانضمامي لهذا الحزب ولصفوفه، بسبب بأن كلمة دائما بحكيها، لا في لا وزير
ولا نائب ولا عين ولا أي شخص من المؤسسات أو كان في إحدى المناصب التي خذلونا بها. طيب نعود لموضوع الشباب قبل أن ننهي. جلالة الملك أكد على دعم الشباب. صح. والشباب يمثلوا أكثر من ثلثين سكان الأردن، تقريبا 70% من سكان الأردن شباب. هل ترى بأنه، هذا السؤال بسأله في كل حلقة على فكرة، بسأل للجميع، هل ترى أنه الشباب قادر على قيادة المرحلة القادمة؟ سيدي أنا أدعي أني أكثر بني آدم بالزرقة كلها يمكن بالأردن بطالب في دور الشباب. تمام. لكن دائما بحكي 138 نائب شباب البلد راح تروح فيها، راح تضيع. 138 يعني المجلس كامل نائب. انه يكون شباب. نعم. راح يكون هاي مصيبة، راح تكون مقتل. تمام. يجب، ومطالب جلالة سيدنا هي واضحة، ضخ الدماء الجديدة في المواقع، في مواقع المسؤولية. يعني انت مع وجود الشباب ووجود الخبرة؟ طبعا سيدي. احنا كشباب اليوم، يعني اللي بعمري واللي اصغر مني واللي اكبر مني بشوي، احنا كلنا شباب، عندنا يعني عندنا العلم الحديث، عندنا التكنولوجيا، عندنا خبرات معينه تنقصنا الحكمه والخبره الواسعه. فمصيبه اذا كان المجلس كامل كله من الشباب، ومصيبه كبرى كمان اذا كان المجلس كامل من الكبار. طبعا هم تاج على راسنا، وهم خبرتنا، وهم حكماءنا، احنا ما بنتخلى عنهم، لكن تبادل الخبرات ونقل الخبرات للاجيال المتعاقبه والاجيال الحديثه، هذا شيء وطني اصلا، واجب وطني. يعني كلام منطقي انه انت بدنا الشباب، لكن بدنا احنا بحاجه الى خبره طبعا الكبار. سيدي طبعا انا اليوم كشاب بدي ادخل على مجلس النواب، انا في يعني في بعض امور لازم يكون في من الكبار موجودين، يعني ينقل لي الخبره تبعته، انا بكره بدي انقلها للي بعدي، واللي بعدي بده ينقلها للي بعده. ما في عندنا احتكار للمعلومه، هاي الانانيه والاحتكار للمعلومه هذا مقتل. جلس خليفات، وانت مرشح حزب تيار الاتحاد الوطني. نعم. عن محافظه الزرقاء. نعم. المقعد المسيحي، الكاميرا معك، شو بتوجه رساله الان لناخبينك؟ الله يسعد مساكم الاخوه المشاهدين. أنا أخوكم جريس خلفات، أصغر مرشح عن المقعد المسيحي في محافظة الزرقاء، ضمن قائمة الاتحاد التابعة لحزب تيار الاتحاد الوطني. نحن كقائمة فيها 10 أشخاص، أفتخر بانضمامي لهؤلاء الأشخاص. معي 9 من زملائي، وأنا أشكر ربي أنه ما في أي شخص منهم عليه أي شبهة فساد أو عليه أي تجارب سابقة مسيئة، أو أنه ممكن تكون إشي سلبي على القائمة أو علينا إحنا كأشخاص. ندعوكم طبعا للثقة لقائمتنا، لأنه كلنا إحنا نحمل فكرة، مثل ما حكينا بلقائنا مع الإعلامي القدير حبيب، أنه إحنا ك18 قائمة بالإضافة للقائمة الحزبية التابعة للحزب، كلنا نحمل برنامج قابل للتطبيق، واقعي وقريب من الشعب وقريب من الناس. وبالإضافة، قبل ما تعطونا الثقة، نتمنى إعطاء الثقة للقائمة الحزبية اللي هي القائمة العامة، قائمة الاتحاد وشعارها الطيارة رقمها 1، وقائمتنا المحلية رقمها 7. ما عندنا أي تحيز ولا حجب أي صوت عن أي حدا بالقائمة. عندنا 10 مرشحين، نعطي أصواتنا للعشر مرشحين، لأنه أي شخص فينا بيوصل للمجلس فهو زي كأنه إحنا العشرة وصلنا فقط. جلس خليفات، شكرا جزيلا لك. العفو سيدي. إن شاء الله أنه يعني نراك في مجلس النواب إن شاء الله، ونجي نبارك لك إن شاء الله يا رب. شكرا، يعطيك ألف عافية. الله يعافيك عمرك. عزيزي المشاهد، إلى أن ألقاكم غدا من عمان، لكم التحية ولأردننا كل الحب والتقدير، وإلى اللقاء.